مرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، فقرة حوارية مميزة مع اتنين مميزين من النقاد الرياضيين الكبار، طبعا الأستاذ سامي عبد الفتاح والأستاذ محمد القوسي اللي منورين هنا في البيت الكبير. هنتكلم معهم مع عدة ملفات على الساحة الرياضية داخليا وخارجيا، نتكلم معه على مشوار النادي الأهلي من خلال البطولة الأفريقية، وكمان هنتكلم على بعض النقاط اللي ينقص الكرة المصرية في الفترة اللي جاية، وخاصة عندنا تصفيات كاس عالم مهمة جدا مع منتخب مصر داخلين على معمع بلغة الكرة كده، ايه الصالح الكرة المصرية في الفترة اللي جاية؟ هنعرف ده من خلال حضراتكم. استاذ سامي بنرحب بيك في قناة النادي الاهلي، استاذ محمد بنرحب بيك في قناة النادي الاهلي، منورينا. اهلا بك يا كابتن، وسعيد التواجد معاك كمان بصحبة استاذنا استاذ النقد الرياضي الكبير استاذ سامي. الحقيقة يعني قامة نقدية رياضية كبيرة بنعتز بيها الحقيقة. صحيح منورنا استاذ سامي. طبعا زي ما قلت استاذ محمد قيمه كبيره جدا وخبرات كمان كبيره جدا من خلال النقد الرياضي وخاصه كره القدم. عايزين نعرف من حضرتك يعني باختصار كده او بنظره شامله عن مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات وحصوله على المركز الثاني، شفت المجموعه ازاي وشفت اداء النادي الاهلي ازاي في اجمالي المجموعه كلها؟ طبعا الاول يعني احنا بنقول ان احنا خدنا خطوه، فريق النادي خد خطوه نحو الدفاع عن اللقب والاقتراب من اللقب العاشر ان شاء الله. لكن طبعا في علامات واضحه جدا وجمهورنا حاسس بيها، خصوصا بعد الماتش الاخير في السودان، المريخ مع المريخ 2-2، وقابله في يعني الماتش مميز جدا والنتيجه مميزه جدا 3-0 مع فيتا كلوب. فطبعا في تذبذب غريب جدا، دي يعني بعث بعض القلق لدى جماهير الاهلي ولدى كل النقاد الرياضيين بما لا شك فيه، وايضا لما تابعته شخصيا من تصريحات اللاعبين في الفريق وموسيماني، يعني ما كانش في رضا عن نتيجه المريخ رغم ان هي طبعا اعطت نقطه تاهل، لكن مجمل الاداء في المباراه الاخيره عكس تماما المباراه في فيتا كلوب. فطبعا دي يعني بيدي انذار ان البطوله مش سهله في المرحله الجايه ومحتاجه جديه اكتر من اللاعبين، عايزه وعي اكتر من يعني او يعني تفاهم اكتر من موسيماني لظروف البطوله نفسها، لان هو البطوله اللي فاتت خدها من الاخر، هو بيتعامل البطوله دي من النسخه دي من بدايتها. صحيح. فالوضع مختلف، يعني في دور جاي دور الثمانيه برضه في تحديات قويه جدا. فانا شايف ان يعني ماتش المريخ بيحمل دروس كبيره جدا للاعبين، وعجبني كابتن قفشه ان هو بيقول احنا فعلا لازم نتعلم من الماتش ده.